انتقال رونالدو إلى السعودية وانضمامه لفريق النصر بات الحديث عن تصرفاته وأخلاقه الرياضية حديثاً مكرراً على منصات التواصل الاجتماعي والصحف والإعلام، بين منتقد يصف حركاته بالمشينة والمسيئة ومدافع يراها عادية وطبيعية. ولكن ذلك تطور اليوم بعد حصول رونالدو على أول بطاقة حمراء في السعودية إثر اعتدائه على لاعب الفريق الخصم. فهل أساء رونالدو التصرف أم أنه ضحية من ضحايا علي البليهي؟ هكذا كان الجدل على مواقع التواصل بعد المباراة. مشاهدينا، شهدت المباراة التي جمعت بين فريقي النصر والهلال في كأس السوبر السعودية لكرة القدم التحاما وسجالا بين قائد النصر رونالدو ومدافع الهلال علي البليهي أكثر من مرة، لينتهي التوتر بين اللاعبين بضرب رونالدو للاعب علي البليهي كما شاهدتم باستخدام مرفقه أو كوعه، وكان ذلك في الدقيقة 86 من المباراة، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه النجم البرتغالي. وتعد هذه البطاقة الحمراء الأولى له مع فريق النصر الملقب بالعالمي خلال 56 مباراة خاضها معهم. مشاهدينا، رونالدو لم يكتفي بضرب البليهي، بل يبدو أنه أراد ضرب الحكم أيضا بعد أن أشهر البطاقة الحمراء في وجهه. زعل رونالدو وخسر فريقه بهدف مقابل هدفين للهلال، وبالطبع لعب النصر بعشرة لاعبين بعد طرد رونالدو من الملعب. مشاهدينا، هذه الحادثة بين اللاعبين ليست الأولى من نوعها، إنما سبق أن تلاسنا واختلفا في نهاية العام الماضي خلال مباراة الدوري السعودي للمحترفين بين الهلال والنصر على استاد الملك فهد الدولي، كما أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الدون بسلوك غير لائق في الدوري السعودي. فسبق وأن ارتكب سلوكا وصفه الكثيرون بالمشين في مباراة فريقه ضد الهلال بكأس موسم الرياض، وذلك ردا على جماهير الزعيم التي ألقت عليه أوشحة النادي الزرقاء عند خروجه من الملعب، فوضعها رونالدو داخل سرواله ثم رماها على الأرض. وأيضا بعد فوز فريقه على فريق الشباب، يبدو أن الدون استفز الجماهير بحركة بعد هتاف جمهور الشباب المتكرر باسم ميسي في المدرجات. وقتها تم إيقاف الدون وتغريمه في نهاية فبراير شباط الماضي. مشاهدينا، طرد رونالدو في مباراة أمس من الملعب أشعل مواقع التواصل الاجتماعي. مثلا هنا علي الحربي يقول: جماهير نادي النصر العظيمة، أنتم أذكياء، وبختصرها لكم، هم يبون يطفشون أسطورة كرة القدم، يبون يطلع من نادي النصر، وحتى الأسطورة عارف الشيء هذا، لكن على قلوبهم، وتراه جدد 3 سنوات قادمة، كريستيانو رونالدو هو أعظم بطولاتنا. أما غازي فيقول ويتساءل: طيب البليهي ليش ينط على كريستيانو هذا؟ هذا ما هو استفزاز؟ وليش ما أخذ أصفر؟ أما أبو يزن فيقول: الأسطورة رونالدو هو السبب في خروج النصر من كأس السوبر، تدخل في هدف النصر رغم أنه متسلل، مما حرم النصر شرعية الهدف، وهو السبب في مواصلة النصر للمباراة ناقص بسبب ضربه المتعمد للبليهي فقط لأنه قطع منه الكرة. بدل أن ترمون التهم على الآخرين، انتقدوا أسطورتكم المنتهي. مشاهدينا، تدوينة من خالد يقول فيها: خلى ينفعك ويجيب لك بطولات، هذا هو التخطيط، لديكم لاعب ما عنده شيء قدمه، ضايع مع احترامي له ولتاريخه الكبير، كرة القدم ما تبي لاعب عمره 40. أبو زيد أخيرا في تدوينة يقول: ها ها ها، الأسطورة الله يستر عليه، ما بقي منه غير اسمه، شوف لاعبين الهلال صغار عمر ومستوى عالي، نكبة النصر من إدارته وإعلامه. مشاهدينا، في المؤتمر الصحفي قال مدرب فريق النصر البرتغالي لويس كاسترو: من الصعب التكلم عن الحادثة التي تلقى فيها رونالدو للبطاقة الحمراء أو البطاقة الحمراء، وشاهدنا عدة لقطات سابقة في الموسم تم استفزاز رونالدو فيها.
وبعد رؤية لبعض الصور كريستيانو لم يقم بشيء يستحق الطرد، ولاعب المنافس قام بالتمثيل، وأنا مستغرب من عدم ذهاب الحكم لرؤية تقنية الفيديو في الهدف الملغى لأوتافيو. هذه الأمور التي تسببت في خسارة النصر. طيب، لا خلاف أن رونالدو قام بحركات رآها الكثيرون مسيئة، حتى لو كانت رداً على استفزاز الجماهير، ولكن مشاهدينا، علي البليهي أو البليهي أيضاً قد لا يكون ملاكاً بريئاً، فهو معروف باستفزاز خصومه. غالباً تذكرون هذه اللقطة من كأس العالم الماضي في قطر، فخلال المباراة التي جمعت السعودية بالأرجنتين قام البليهي بوكز ميسي على ظهره، ثم وجه له كلاماً مستفزاً باللغة العربية وقال له: لو لعبنا 3 أو 4 مباريات لن تفوز علينا إلا إذا احترمتنا، واكتفى ميسي بالابتسامة وعلى ما يبدو التجاهل. قصة البليهي مع استفزاز الخصوم تتركز على الخصوم العالميين كميسي ورونالدو على وجه التحديد. هذا ما أفاد به البليهي نفسه في مقابلة تلفزيونية صرح فيها أنه إذا لعب ضد رونالدو يقول له إن ميسي أفضل، وإذا لعب ضد ميسي يقول له إن رونالدو أفضل. أما بعد المباراة أمس التي أقيمت بأبو ظبي وخلال المؤتمر الصحفي، سئل لاعب الهلال علي البليهي عن رونالدو وهذا ما قاله. البليهي، إيش تقول كريستيانو اليوم؟ لا يوصل بالسلامه ان شاء الله. لا تعال قول زين، يوصل بالسلامه. ما حد يقول شيء، نهائي الاتحاد مره ثانيه، احنا والاتحاد واحد. على كل حال مشاهدينا، وبالعوده الى رونالدو، وقبل مجيئه للسعوديه كان الدون قد حصل على عده بطاقات حمراء ليصبح المجموع 12 بطاقه، ولكنها المرة الأولى التي يحصل فيها على بطاقة حمراء في السعودية، فهل تكون الأخيرة أم أنها الاستفتاحية فقط؟ ينضم إلينا من الرياض الإعلامي السعودي عبد المحسن الجحلان. أهلا بك سيد عبد المحسن. بداية، يعني ما رأيك بالموقف الذي حصل أمس في المباراة مع الدون وطرده من المباراة؟ هل يمكن فعلا تصنيف ذلك وإدراجه ضمن سلسلة ما يصفه البعض بالحركات المشينة أو المسيئة من الدون؟ كريستيان طبعا حريص على أنه يسجل مجد مع فريق النصر، طبعاً هو جمع المجد من جميع أطرافه في الفرق التي لعب لها ومنتخبات بلاده، لكن مع النصر يمكن لم يسجل إلا في البطولة الودية العربية التي أقيمت بالطائف وفاز فيها النصر، لكن البطولات الرسمية لم يحقق النصر أي بطولة من الموسم الماضي إلى الآن، والنصر خارج السرب. أضف إلى ذلك لم يسجل كريستيان أي فوز رسمي تحديدا امام الهلال. بالامس الهلال قدم يعني مباراه يعني ممتعه تؤكد انه فريق كبير. بالنسبه لطرد كريستيان، انت كلاعب كبير وكلاعب لك خبرتك، استطاع انه البليهي ان يخرجك من المباراه للمباراه الثالثه على التوالي. كان يفترض انك تكون اكثر هدوء واكثر رباط جاش. صح الهلال تقدم بهدفين، الطرد كان مستحق، ونعتبر شجاعة كبيرة من الحكم محمد الهويش الذي يعتبر أول حكم يشهر البطاقة الصفراء لكريستيان في مباراة التعاون، والآن أخرج البطاقة الحمراء في مباراة الهلال، يعني أو أول حكم سعودي يخرج البطاقات الملونة لكريستيان. وصلت الفكرة، نعم. شكرا جزيلا لك سيد عبد المحسن الجحلان، شكرا لانضمامك لنا في تريندينج اليوم.